بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة هيكون اللقاء بين الأهلي وإنبي. طبعا النهاردة تاريخ وعلامة في قلب كل أهلاوي. النهاردة 24 أبريل، من 114 سنة اتبنى على أرض مصرنا الحبيبة هرم رابع. الهرم الرابع هو النادي الأهلي، نادي الوطنية، نادي الكرامة، نادي العزة. زي النهاردة رموز النادي الأهلي الأوائل فتحوا أول صفحة في تاريخ جديد، تاريخ كبير بيحتاج لروايات وحكايات ومجلدات. تاريخ بيكبر وبيزيد وبيزيد يوم بعد يوم. زي النهاردة سنة 1907 ابتدى بحلم، وحلم بعد كده أصبح حقيقة. زي النهاردة كان الإعلان عن كيان ساكن في قلب كل واحد فينا، في قلب كل أهلاوي. زي النهاردة بدأ النادي الأهلي يفتح باب لمجد غير محدود. 114 سنة مبادئ، 114 سنة أخلاق، 114 سنة قيم، 114 سنة بطولات وما زالت مستمرة بفضل الله، 114 سنة مصدر سعادة لجمهوره المخلص الوفي العظيم، 114 سنة فخر للرياضة المصرية، وما زالت وستظل بإذن الله. كل سنة ونادينا الحبيب طيب، كل سنة ونادينا الحبيب بخير وعامر بالبطولات، كل سنة والأهلي في قلب كل واحد فينا، كل سنة والأهلي في قلب كل أهلاوي، كل سنة ودايما الأهلي شامخ وكبير، كل سنة والأهلي مشرف الكرة المصرية، كل سنة والأهلي حبيب الكل، كل سنة وانت أعظم نادي في الكون، وكل سنة وانت دايما عالي فوق، كل سنة وانت مفرح الملايين، كل سنة وانت مخلي جمهورك فخور بيك، فخور انه أهلاوي، كل سنة وانت بطل، كل سنة وانت فرحتنا وبهجتنا وسعادتنا ومعاك على الحلوة والمرة. الأهلي الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات أبدا. كانت فكرة لعمر لطفي باشا استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس، وبعدين فكروا والفكرة أصبحت حقيقة وتطورت حتى أصبح نادي الوطنية سفيرا فوق العادة لرفع راية بلادنا في كل المحافل الإقليمية والدولية في كافة الألعاب الرياضية. وأصبح فعلا قلعة رياضية كبيرة شاملة وشامخة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. هنا الأهلي، هنا قلعة الإنجازات والتطوير، هنا قلعة الإنشاءات والبطولات، هنا الأهلي، الأهلي ملك القارة السمراء، هنا المبادئ، هنا المجد، هنا الإنجازات، هنا أعظم نادي في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية. كل أهلاوي ليه الفخر بانتمائه لكيان، كيان القلعة الحمراء، كيان النادي الأهلي. نادي الأهلي ليه فضل كبير على كل أهلاوي، علينا كلنا، على كل حتى واحد مشي من جنبه. نادي الأهلي هو اللي عمل، مش عايز أقول هو اللي عملنا بعد ربنا طبعا. نادي الأهلي صاحب الفضل علينا كلنا، محدش يقدر ينكر فضل النادي الأهلي عليه، حتى اللي بيسيب النادي ما يقدرش ينكر فضل النادي الأهلي عليه بعد ربنا برضه، عشان محدش يقول لي الأهلي لا، ربنا والنادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع، فوق الجميع، فوق كل أبنائه ومشجعيه وأحبائه. الأهلي كيان محبوب مش في مصر بس، لا ده والحمد لله محبوب ومعشوق من الملايين غير المصريين في كل أنحاء العالم. يمكن أنا اتغربت 22 سنة شفت قد إيه حب الناس للنادي الأهلي في الغربة، مصريين وعرب، في ملايين العشاء خارج مصر بتموت في النادي الأهلي، بتنتمي لكيان الأهلي العظيم من غير حتى إيه يعني. هما بقالهم مثلا بالعشرين وثلاثين سنة ما بيجوش مصر، إنما فخورين إن هما أهلاوية. الأهلي نادي محبوب حتى من المنافسين. ليه؟ لأنه هو صاحب المبادئ، هو صاحب القيم، هو صاحب التاريخ العظيم، بيحترم جميع منافسيه،
في كل الالعاب، مش في الكوره بس، في كل الالعاب. لو هنتكلم عن الاهلي وتاسيسه وانشائه هحتاج حلقات وحلقات وبرامج وقنوات كتير، اكيد مش نص ساعه ولا ساعه ولا حلقه ولا برنامج ولا برنامج يقدر يتكلم عن تاريخ وانجازات وفخامه هذا الصرح العظيم. اكيد النادي الاهلي كبير، كبير زي ما قلنا بمبادئه وقيمه وابنائه وانجازاته وبطولاته. الاهلي بالنسبه لجمهوره مش مجرد نادي بيحبه ولا فريق بيشجعه ولا كان بينتمي ليه. اقول لكم انا بقى الاهلي بالنسبه لنا ايه، لان انا عشت كتير جدا بعيد في الغربه. الاهلي بالنسبه لنا وبالنسبه لي حياه. الاهلي بالنسبه لي حياه. الاهلي بتنفس اهلي، بعيش اهلي، بحب الاهلي. الجمهور العظيم ده بالنسبه للاهلي السند والظهر. ببساطه الاهلي دايما رافع راسه في السماء. ليه؟ لان ظهره مسنود، مسنود بجمهوره العظيم. كل سنه ونادينا الحبيب بخير ومجمعنا دايما على حبه ومفرحنا. كل سنه وانت عظيم يا اهلي. هنروح نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمناسبة الذكرى 114 لتأسيس النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رمضان كريم وشهر كريم علينا جميعا. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة ومصر دايما بخير وشعبها وكل مؤسساتها الوطنية في تقدم وازدهار إن شاء الله. الحقيقة يمكن النهاردة يوم مش عادي بالنسبة لينا احنا كأهلوية، يعني لأنه النهاردة هو يعني عيد ميلاد النادي الأهلي 24 أبريل. كل سنة والنادي الأهلي بخير. كل سنة والنادي الأهلي هو المعلم. كل سنة والنادي الأهلي هو القائد. كل سنة والنادي الأهلي مصدر السعادة والفخر لجماهيره وأعضائه، ودايما رقم واحد بإذن الله. رقم واحد مش بس في مصر بإذن الله، رقم واحد في أفريقيا وفي الوطن العربي بإذن الله. ونتمنى طبعا نكون لينا دور عالميا إن شاء الله قريبا، يعني إن شاء الله. في مناسبة النهاردة اللي يعني أكيد غالي علينا كلنا، لازم بس نفتكر مع بعض ونشكر الرجالة العظيمة أصحاب فكرة إنشاء أو مؤسسة أو إنشاء مؤسسة النادي الأهلي أو تأسيس النادي الأهلي، علشان يكون هو ده نادي الشعب، يكون هو ده نادي الوطنية. رحمة الله عليهم جميعا. هنفضل كل الأجيال، يعني إحنا وكل الأجيال اللي بعديهم، ممتنة لرموزنا واللي جاية، ممتنة لرموزنا العظام اللي كان ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في الانطلاقة الأولى لنادي القرن الافريقي. ده كمان عايز اهني عائله الاهلي، احنا كلنا على واحده. عايز اهني في الاول جمهور الاهلي. جمهور الاهلي الجمهور العظيم، جمهور الاهلي الجمهور الوافي جدا جدا، جمهور الاهلي اللي هو طول عمره الحقيقه في ظهرنا، جمهور الاهلي اللي بيشارك يعني او بيسند النادي في المره قبل ما بيكون سعيد في الحلو، بيشارك في المره قبل الحلو. جمهور كل يوم بيدي دروس الحقيقة في الإخلاص وفي العطاء. جمهور بيدي مش منتظر حاجة. كل الناس اللي بتحب الأهلي وبتشجع الأهلي مش منتظر حاجة، هي سعيدة، والسعادة دي بتديها دافع إن هم تحاول تهتم بناديها في كل وقت. هو ده جمهور النادي الأهلي العظيم. كمان عاوز أهني أعضاء جمعية العمومية اللي محدش أبدا يقدر ينسى دورهم في مسيرة النادي الأهلي على مدار الأجيال، من يوم ما النادي الأهلي تأسس 1907 لغاية النهاردة 114 سنة. كل الجمعيات العمومية اللي بتيجي على مدار التاريخ بالنسبة للنادي الأهلي بيخافوا دايما عن النادي، حاسين دايما بالنادي، بيشعروا إن في شيء ممكن يمس النادي. لو حسوا إن في شيء ممكن يمس النادي أعتقد لأن كلهم اتحركوا، يعني كلهم من كل اتجاه، لكن كلهم لاتجاه واحد بس، هي مصلحة الأهلي. بيجنبوا عواطفهم، بيحط مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار. علشان كده النادي الأهلي دايما يعني بيراهن، أو إحنا بنراهن دايما على وعي الجمعية العمومية وخوفها على مصلحة النادي. الحمد لله عمرنا ما النادي الأهلي ما خسر الرهان ده،
ان النادي الاهلي دايما بجمعيته العموميه وبجماهيره بخوفهم وخوفهم على مصلحه النادي. اتمنى ان خوفهم وحرصهم ده مش بس بقى للجمهور وكمان للجماهير العموميه، اتمنى تعلموا ده لاولادكم، لان الاجيال اللي جايه برضو اتمنى انهم يكونوا على نفس الوضع ونفس الشكل ونفس القدره على العطاء والحب والاتجاه لمصلحه النادي الاهلي. عايزين نعلم اولادنا ده عشان الاجيال اللي جايه باذن الله. كمان احب ان انا ما انساش كل مجالس الادارات السابقه بالنسبه للنادي. كل مجلس اداره على مدار التاريخ ليه دور، كل مجلس اداره بيكمل يعني مسيره المجلس اللي قبله. دي ميزه النادي الاهلي، الترابط ده والتلاحم ده هو ده ميزه النادي الاهلي. وزي ما قلت قبل كده النادي الاهلي طول عمره يا جماعه يعني هو زي سلسله ذهبيه، اجيال بتكمل اجيال او اجيال بتكمل بعض. فانا حقيقه بشكر الجميع وبحيي كل اعضاء مجلس اداره السابقين كلهم. كمان بقى نيجي للمنظومه الحاليه، منظومه العمل الحاليه اللي هي مجلس اداره، الاداره التنفيذيه، الموظفين والعاملين، اللعيبه، المدربين، كل المنظومه، كل المنظومه اللي بتعمل في النادي الاهلي. انا عندي الحقيقه رساله للكل، عايز اقول لهم في عيد ميلاد النادي الاهلي، الانتماء للنادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، والعمل في الاهلي وعلشان الاهلي مسؤوليه اكبر، بس كمان شرف كبير جدا لكل واحد فينا. انك تنتمي للنادي الاهلي ده شرف كبير جدا ليك، الاهلي خيره على الجميع، كل من ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي له فضل عليه، طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كلنا يعني مديونين للنادي الاهلي، واحنا طالما موجودين وارتضينا ان احنا موجودين في الفتره الحاليه لازم نشتغل باقصى جهد، والاخر يوم لازم نشتغل باللي يوازي قيمه وقدر النادي الاهلي، وبالشكل اللي يحقق يعني او يحقق طموحات الملايين من جماهيره واعضائه. زي ما قلت يعني كمان علينا مسؤوليه كبيره جدا، والاهلي كمان الحقيقه يستحق ان احنا نضحي ونستحق نعمل كل حاجه صح علشانه. النادي الاهلي يا جماعه دلوقتي بقى العالم كله بينظر للنادي الاهلي برضه، الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا ان الناس كلها في كل بلد في العالم النهارده عارفه ان في نادي الاهلي في مصر، عارفه النادي الاهلي ده يعني بيحقق ايه. دي قيمه كبيره جدا جدا، احنا كلنا شركاء في ده، جمهور، اعضاء، مجالس ادارات، لاعبين، كل العاملين، مجالس كل العاملين ليها دور في دوت. فعشان نبقى كده باذن الله يعني نستمر في هذا الشكل. المهم في النهايه مش عايز اطول على حضراتكم، في النهايه كل سنه والنادي الاهلي في المقدمه ان شاء الله، ودايما جمهوره واعضائه سند ليه في المره والحلوه باذن الله. كل سنه وبلدنا مصر في امن وامان، وكل سنه والخير لبلدنا باذن الله، ولحضراتكم كل الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعنا كلمة كابتن محمود الخطيب، وزي ما قال كابتن محمود النادي الأهلي جمهوره سنده العظيم، انتماء الناس للنادي الأهلي، انتماء الجماهير للنادي الأهلي، انتماء نحن للنادي الأهلي فخر كبير جدا لكل واحد فينا. النادي الأهلي خيره على الجميع بعد ربنا. النادي الأهلي محدش يقدر فينا كمنتمين للنادي الأهلي ننكر فضل النادي الأهلي علينا فعلا، كم انت عظيم يا اهلي. نروح بقى الماتش النهارده، الاهلي طبعا هيلاعب النهارده انبي، دي من الماتشات المتاجله اللي احنا بنلعبها كل يومين دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بنطلع من ملعب ندخل على ملعب. طبعا ده بسبب ان احنا اشتركنا في البطوله الافريقيه، وبعد كده كمان من قبلها كاس العالم للانديه، فكان اتحاد الكره بيعاقبنا عشان احنا بنمثل مصر. المهم رافعين راس مصر فعشان كده بنتعاقب. المهم النادي الاهلي النهارده هيلاعب انبي، وزي ما احنا عارفين انبي من الفرق اللي بتعرف تلعب مع الكبار، معاها مدرب مخضرم، مدرب هايل كابتن حلمي طولان بيعرف يتعامل مع الماتشات دي. الماتش جاي بعد هزيمه غير مستحقه من سموحه بصراحه يعني، فهنشوف اللي هيحصل ان شاء الله النهارده باذن الله
مكسب اكيد للنادي الاهلي، انا متاكد من الموضوع ده باذن الله رب العالمين، ومتاكد ان اللعيبه بعد الماتش اللي فات النهارده هتنزل تموت نفسها بحيث انها تخلص المباراه من الاول، لان زي ما انتم عارفين الاجهاد بيخش على كل اللعيبه الشوط الثاني، مفيش وقت ان احنا ناخد نفسنا. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي النهارده يبدا الماتش زي الماتشات اللي فاتت، انما يقتل الماتش من الشوط الاول باذن الله رب العالمين. نروح لزميلنا العزيز كريم احمد ونعرف منه اخر الاجواء عنده ايه. مساء الخير يا كريم. كابتن ايمن، طبعا بقول لك كل سنه طيب، وكل سنه وكل اهلاوي بخير وطيب. 114 سنه انتصارات وتاريخ ومجد كبير جدا الحقيقه، ما بنقول الحمد لله على نعمه الاهلي دي ما بتبقاش كلمه بس، لا ده شعار كبير لكل الاهلاويه. 114 سنه خير للنادي الاهلي، يا رب القادم ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي واستمر العظمه والفخر الكبير للنادي الاهلي من 1907 حتى هذه اللحظه. عايز ادخل معاك يا كابتن ايمن طبعا كالعاده في اجواء مباراه اليوم انبي والنادي الاهلي هنا في استاد بترو سبورت، مباراه غايه في الصعوبه كان حضر ليها بشكل جيد جدا بيتسو موسيماني رغم ضيق الوقت والتوالي المباريات اللي بشكل كبير جدا وحاله الاجهاد اللي فيها للنادي الاهلي. تمرين واحد او 24 ساعه كانت راحه ثم تدريب واحد، بيحاول اكيد الجهاز الفني ان هو يعوض شويه بعد الوقت ويدي فتره كبيره راحه لعيبه النادي الاهلي لان الاصابات عديده والغيابات عديده، لكن ان شاء الله النهارده لعيبتنا تكون في قمه تركيزها مع اختيار خلاص للتشكيل اللي ظهر لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. وفي ظل الظروف يا رب ان شاء الله ال 11 لاعب المتواجدين النهارده في الملعب باذن الله النهارده يكونوا كالعاده موفقين في مباراه اليوم، وان كل الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. لحظات خلاص يا كابتن ايمن طبعا، وانطلق الفريقين لاجراء عمليه الاحماء، يمكن سبق فريق نادي الاهلي انبي في بيجري عمليه الاحماء، وفي هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي مباشره الى استاد بترو سبورت. الاجواء طيبه جدا، تشديدات امنيه كلها طبعا اكيد بتخدم في مصلحه الفريقين، ممنوع دخول اي افراد من الجمهور، الامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه، لكن يبقى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي يكون كالعاده روح كبيره وشخصيه النادي الاهلي باين النهارده. المباراه اللي فاتت خلاص انتهت بكل ما فيها بسوء التوفيق اللي كان بيقابل النادي الاهلي، عندنا امل كبير النهارده ان شاء الله 90 دقيقه تكون من نار لعيبه النادي الاهلي ويستعيد من جديد سلسله الانتصارات ومنها ان شاء الله الصعود والحفاظ على لقب بطوله الدوري العام وصداره جدول بطوله الدوري العام. اكيد يمكن دي كانت الاجواء حتى هذه اللحظه كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ان شاء الله لحظه بلحظه عقب انتهاء المباراه يكون جيم كويس للنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق فيه ثلاث نقاط، ونكون لينا كمان لقاءات مع اللاعبين عقب فوز مباراه اليوم. لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. نقطتين على السريع بس يا كريم، هسالك في حاجتين بس، الناس عايزه تطمن على اول حاجه على بدر بنون، يا ريت تطمني عليه. ثاني حاجه انا شايف في التشكيل النهارده من ضمن البودله اليو ديانج، معنى وجود اليو ديانج في قائمه الاحتياطي ان هو سليم 100% اكيد، يا ريت تطمنا. بالتاكيد يا كابتن ايمن نقطتين مهمين جدا، هبدا معاك بديانج. يعني ديانج كانت قدمه قويه شويه في اسفل الركبه، لكن يعني انت عارف بقوه ديانج الكبيره المعهوده عليها، النهارده يمكن راحته هي رؤيه فنيه، لكن الراجل جاهز ممكن يشارك في اي لحظه في المباراه. اتدرب امبارح في التدريب الاخير اللي كان على استاد مختار التتش واعلن جاهزيته بالكامل، لكن انت عارف الكدمه مع توالي المباراه والضغط الكبير فبيبقى في تاني شويه من الجهاز الفني، لكن ورقه موجوده على دكه البدلاء وسيتم الدفع بيها حسب خط سير المباراه. بدر بنون ايضا كمان انت عارف حاله الاجهاد الكبيره يا كابتن ايمن اللي بتقابل طبعا كل اللعيبه مع ايمن اشرف، يمكن الاثنين خارج القائمه، لكن بطمنك مفيش اصابات، يعني مفيش اصابات مؤثره نقدر نقول ان ايمن اشرف عنده اصابه كبيره او بدر بنون عنده اصابه كبيره، هي حاله اجهاد بس، لكن انت عارف دي الوقت والعدد قليل جدا حتى التغييرات النهارده، يعني بتمنى خط الظهر النهارده يكونوا مكملين حتى اخر المباراه لان النقص كبير جدا، لكن بطمنك على بدر وبطمنك على ايمن وبطمنك كمان على كل لعيب، ما فيش اي لعيب متواجد في القائمه غير سليم، لعيب سليم 100%، وايضا كمان بدر بنون سليم والقادم ان شاء الله يكون افضل لعيبه النادي الاهلي ويحافظ عليهم النهارده ان شاء الله في مباراه اليوم ويخرج النادي الاهلي منتصر وبدون اي اصابات لاستكمال المشوار المحلي والمشوار الافريقي خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. بما اننا اتكلمنا على لاعبي النادي الاهلي، تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد رمضان بيكهام، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب سعد سمير ورامي ربيعه، الاثنين خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه واكرم توفيق، الوسط الامامي محمود كهربا وحسين الشحات على الاطراف، في القلب محمد مجدي قفشه، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. نقولهم مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد رمضان بيكهام، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعه وسعد سمير، خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه واكرم توفيق، خط الوسط الامامي محمود كهربا وحسين الشحات على الطرفين ومحمد مجدي قفشه في القلب، ومهاجم وحيد محمد شريف. بدلاء هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، محمد حسام، اليو ديانج، وليد سليمان، ناصر ماهر، والتر بواليا، مروان محسن، طاهر محمد طاهر،
وصلاح محسن. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله النهاردة والمباراة القادمة بإذن الله. هنروح لفاصل وبعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن أحمد بلال. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن. إزاي كابتن أيمن؟ أهلا بيك. أهلا بيك كابتن. كابتن علاء ميهوب، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي كابتن؟ أهلا بيك أيمن. كابتن أسامة عرابي، ازيك كابتن؟ منورنا. كابتن احمد بلال، الله يخليك. ازيك هداف؟ الله يخليك. الحمد لله. كابتن شريف، كل سنه وحضرتك طيب. سنه طيبين الاهلاويه كلها، كل جماهير الاهلي طيبين ب 114 سنه النهارده. الحمد لله. الحمد لله. عقبال كده مقاولات ثانيه يا رب. يا رب ان شاء الله. ماتش النهارده ماتش صعب، خصوصا ان هو جاي بعد خساره غير مستحقه امام سموحه. الحقيقه جايه من بعد مباراه ما كانش فيه اسهل من كده. صحيح. يعني الحقيقه انك انت كنت تعمل فيها هيفي سكور يعني او تطلع باكتر من 3 4 اهداف. انما هي دي الكوره. واحنا قلنا في المره اللي فاتت ان في سلبيات وايجابيات لازم تبقى موجوده، ما بتعديش بالسهل يعني. صحيح. انما ما تبقى من الكبير او بتبقى من البطل الناس كلها بتحط عينيها عليها يعني. انما تحدي جديد، فرصه كبيره جدا ان انت بتعتلي قمه الدوري النهارده. اللعيبه عندها معطيات كتيره قوي النهارده انها تعوض ما فاتها من 3 نقاط اللي فاتوا. في تدويرات بتحصل اذا كان في الفرقه كلها بيبقى في حالات يا كابتن ايمن اجهاد ساعات عشان الناس تفهم، بس بيضطر الجهاز الفني انه يعمل تغييرات في الفريق او في الفرقه اللي هتلعب في مباراه اليوم او في كل مباراه بيبقى في تدوير الناس مش عارفاه. في اصابات بتحصل فجاه. صحيح. في اي حاجه النهارده انا شايف ان في بعض التغييرات هتبقى موجوده جوه الفريق ان شاء الله تبقى ايجابيه باذن الله يا رب، وبنفس الاحساس ونفس الشكل اللي بيتمناه اللعيبه نفسها النهارده ان هي يكون ليها سيطره ليها الضغط اللي احنا متعودين عليه بقالنا من ساعه مباراه الزمالك. بنضغط كويس قوي، بنتحرك الخطوط كلها بتتحرك مع بعض، في تفاهم، في بس حته ان احنا الفرص اللي جيلنا نبقى يعني بنحاول نخلصها. صح. بنحاول نحافظ عليها. مجهود العشرة اللي بيطلع ده كله وبيوصل لغايه منطقه ال 18، الراجل اللي بيجي له الكره بيبقى عنده رؤيه واسعه، عنده ثقه، ممكن تطمع انك انت تشوت، ممكن تطمع اكتر انك انت تخلي زميلك هو اللي يجيب هدف. صح. باذن الله النهارده تبقى مباراه ما فاتنا او ما قدرناش نحققه في المباراه اللي فاتت من حظ الاهداف لكل حاجه تبقى موجوده النهارده باذن الله. باذن الله رب العالمين. قبل ما نروح للكابتن علاء نقول تشكيل انبي هيبقى محمود جاد في حراسه المرمى، ناحيه اليمين كريم فؤاد، ناحيه الشمال مصطفى دويدار، الاثنين اللي في القلب ابراهيم القاضي ورامي صبري، قدامهم اربعه مصطفى ياسر، صلاح ريكو، احمد العجوز، مصطفى شلبي، وقدام اثنين راس حربه جون ايبوكا ودينو بيتر. فمحمود جاد، مصطفى دويدار، كريم فؤاد، اثنين اللي في القلب ابراهيم القاضي، رامي صبري، اربعه في نص الملعب مصطفى ياسر، صلاح ريكو، احمد العجوز، مصطفى شلبي، اثنين اللي قدام جون ايبوكا ودينو بيتر. كابتن علاء كل سنه وحضرتك طيب. زي ما الكابتن شريف، ماتش المفروض جاي بعد للاسف بعد خساره مفاجاه، ولكن النادي الاهلي مش من النوع اللي هو ماتشين يبقى مش كويس، يعني ماتش يفوقه. ولكن حضرتك كنت عايز اتكلم برضه في موضوع تاني، حضرتك كنت لعيب خط وسط ولكن هداف، ايه هي مقومات الهداف؟ طيب فوجئنا كده، وكل سنه طيب ايمن، وكل سنه وكل من ينتمي لهذا النادي العظيم بخير وعقبال احتفاليه قادمه ان شاء الله يا رب. هي مش من سمات النادي الاهلي، وممكن تقول من سمات الفرق العظيمه الكبيره ان هي ما بتخسر مباراه، المباراه اللي بعدها ما ينفعش. صح. يعني احنا دايما بنتكلم في الاستوديو هنا ايمن مجمعين كلنا، حتى اللي بيجي كمان موجودين معانا الاخوه المحللين، عندنا كلمه دايما بنقولها النادي الكبير او النادي العظيم بيعمل بطولات ده مش من فراغ، ما بيقدرش يفرق في نقاط كتير، لما يحصل تعادل بالنسبه لنا بيبقى خساره، احنا اتعودنا على كده، عشان اما بيحصل خساره بقى ايمن بتبقى حاجه بالنسبه لك مفاجاه، بس مفاجاه ازاي اللي هو مش مفاجاه اللي هو ازاي ده يحصل، لكن حصل. عشان بس هي في حاجه ايمن، كره القدم كده، انت طول ما انت بطوله الدوري طويله جدا، ودايما كل الانديه عايزه تلمس بس النادي الاهلي، فهو ده قدرك انت، ان كل مبارياتك مكسب بتلعب على بطوله بس. عشان كده بقول لك لما بتخسر نقطه واحده بتبقى مشكله عندك، لما بتخسر مباراه بتحس ان حاجه غريبه عليك. صح. ودي فعلا حاجه غريبه علينا ما تعودناش عليها ولا احنا ولا جماهيرنا. عشان كده انا متاكد ان مباراه النهارده هتلاقي الموضوع مختلف تماما، اللي كان بيتكلم فيه كابتن شريف والضغط واول هدف والفرص بتيجي ده ان شاء الله تبقى السما النهارده.
مواصفات الهداف ملوش مواصفات يا ايمن غير ان هو عنده ميزه او ميزتين. يمكن انت احمد فيكو طبعا يعرف يتمركز في مكان الخطر دايما، عنده ثقه في نفسه كويسه قوي، ما عندوش حته ان هو الكره دي ضايعه مش هيحصل حاجه، لا الكره دي وانا رايح العبها وانا رايح للجول دي كره المكسب، هدف الفوز حتى لو احنا كسبانين. يعني مثلا لو احنا كسبين 3 و4 انت او بلال او كابتن شريف، وسام ما كانش هداف قوي كان شويت بس كنت دايما كنت دايما تروح انت اكنك بتجيب جول خامس وتسدد بس اول جول، كان اول جول هدف المكسب. هو ده هو ده النهارده ان شاء الله بتمناه في بدايه المباراه مع لعيبه النادي الاهلي، ان الاول فرصه دي فرصه الماتش المكسب، عشان ما نرجعش نندم على حاجات كنا بنتكلم فيها في الاستوديو هنا بالظبط. انا فاكر من 5-6 اسابيع كل المحللين موجودين هنا كنا بنتكلم على نقطه واحده بس في لعيبه النادي الاهلي، ضياع الفرص الكتيره. صحيح. كنا دايما بنتكلم بنقول تخيل المباراه دي لو كانت ماشيه طبيعي بقى في مباراه الزمالك، على فكره مظبوط مباراه الزمالك الشوط الاول الطبيعي بتاعها 3-4 مع احترامي الكامل للزمالك، مش بقلل منهم، لكن دي كوره ودي حقيقه. نفس مباراه سموحه، سموحه عمل جيم محترم واحترمك قوي، لكن في النهايه انت ما تخسرش لكن خسرت طبعاً. الحمد لله، وتبدا من النهارده ان شاء الله تبقى بنقول ايه بدايه جديده ان شاء الله ضد امبي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه كل سنه وحضرتك طيب. الماتشات المتتاليه اللي كل يومين دي يا كابتن اسامه بيبقى فيها ضغط، فيها اجهاد على اللعيبه، طبعا في غيابات وفي اصابات، بس هل الماتشات اللي هي ورا بعض دي نقول ايه ثلاث نقط اهم من الاداء، ولا ثلاث نقط ونشوف كمان اداء؟ بدايه كل سنه طيبين كلكم وكل من ينتمي للنادي الاهلي. طبعا تاريخ كبير 114 سنه، يعني يعتبر اثر من الاثار، يعني مش اللي بعدي 100 سنه بقول لك ده اثر، يعني صحيح. النادي الاهلي فوق الاثر. صح. فكل سنه وكل من ينتمي للنادي الاهلي بخير ودايما في بطولات يعني وانتصارات. بالنسبه للموضوع انت قلت لي السؤال الهداف ولا قلت لي الاجهاد؟ كنت قلت لي الاجهاد الاول. الاجهاد اداء ولا ثلاث نقاط؟ ماشي. طبعا اي جمهور بيبحث عن متعه في كره القدم، وده طبيعي، كلنا حبينا الكوره من المتعه ومنك انت تحب تأدي بشكل كويس، بتحب تشوف الفرقه بتلعب فيها بتأدي بشكل كويس، حتى لما بتتفرج على ماتشات اوروبيه او في كاس عالم منتخبات او كده بتحب الكره الحلوه، ودي لانها كوره اصلا متعه زيها زي التمثيل الفن زي اي حاجه رسم، يعني بتدي متعه للبني ادم اللي بيشاهدها يعني. فما فيش شك المتعه جزء من كره القدم وكل الناس بتحب الكره الممتعه، لكن ده لا يمنع انك انت بتلعب في بطولات وما بتلعبش في يعني بتلعب مثلا اكروباتا في السيرك عشان تمتع الناس، ولا بتلعب يعني للشو بس. أي. الكلام ده في الماتشات الوديه ممكن، الماتشات اللي هي يعني استعراضيه. فالنتائج وتقييم النتائج جزء من كره القدم. الفرق الكبيره بالذات اللي هي متعوده على البطولات وجمهورها متعود على البطولات في العالم كله، لغه او فكرة الخسارة ما بتبقاش واردة في ذهن الجماهير بالذات كمان في المنطقة العربية، يعني النتائج هي الأساس، نتائج زائد المتعة الاتنين مع بعض. انت طبعا لو وصلت للكمال ده انك بتأدي بشكل جيد وممتع في كرة القدم وبتكسب، ده قمة كرة طبعا. القدم وقمة، لكن احيانا انت بتتغاضى، مش بتتغاضى عن الحلاوة والمتعة، لأنه خلي بالك اللي بيأدي حلو وبمتعة وتنظيم جيد وأداء جيد وعنده إمكانيات لعيبة فردية كويسة وكده، هو غالبا هو اللي بيكسب، غالبا هو اللي بيكسب. لكن أحيانا أنت بتلعب كرة قدم في وقت معين عشان تكسب بس، مش عشان يعني مش عايز اقول انك انت مش عايز تمتع جمهورك، لا طبعا، ولكن احيانا في ظروف بتحكمك انك انت تطلع بالنتيجه باي طريقه، فده موجود في كره القدم. فضغط المباريات غصبا عنك بيوصلك للنقطه دي احيانا، بمعنى انك انت ما بتلعبش بالتشكيل الاساسي بتاعك على طول، دي نقطه مهمه، لانك من الحاجات اللي بتدي استقرار للفرقه ومتعه في كره القدم انك تلعب بافضل ناس عندك في الغالب على طول. ايوه
لكن تتالي المباريات ما بيدكش الفرصه دي، لانك عندك بيحصل اجهاد. صحيح. بيحصل لا قدر الله اصابات، بيحصل انذارات وطرد، غيابات، فالماتشات بتبقى متتاليه، ما بتقدرش تحفظ تشكيلك ده 100%. فدي نقطه بتقلل نسبيا شويه المتعه في كره القدم. الحاجات طبعا البدنيه كمان، اللي هي بقى الفيزيكال بقى، ان لعيب مثلا لعب اكتر من مباراه ورا بعض، فالجهد البدني بتاعه ما بيقدرش يبقى فريش، ما بيقدرش يبقى مرتاح، فبتاثر على حلاوه ادائه، ما بيبقاش في احسن حالته، اللي هو ده اللي بيلعب على طول غير اللي اتصاب وقعد. فكل الحاجات دي ساعات بتلجأك انك انت عايز تكسب باي طريقه كانت يعني. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يعمل مباراه جيده ويحصل نتيجه، وهارد لك في مباراه سموحه اللي انا بعتبرها مباراه عاديه، وبيحصل في اي وقت انك ممكن الفرقه الكبيره كمان تخسر يعني. صحيح. ده موجود في كره القدم. صحيح. كابتن احمد جوار، طبعا الجوال او اضاعه الفرص سهله واضحه عندنا المباريات يمكن من اول موسم لحد دلوقتي. صحيح. الخط الوسط الامامي والمهاجمين بيخلقوا فرص كتير جدا، بيوصلوا كتير جدا، ولكن الترجمه قليله. صحيح. ممكن نقول عدم التوفيق في بعض الاوقات، يعني مثلا حضرتك كنت هداف كبير، لما بيكون بيقابلك مثلا عدم توفيق في بعض المباريات، ممكن يقابلك في مباريات كتير، ممكن يقابلك في نص موسم مثلا ورا بعض، كنت بتشتغل على نفسك ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ الاول طبعا كل سنه طيب. وانت طيب يعني كل سنه، والاهلي طبعا النادي الاهلي العريق محافظ على مبادئه ومحافظ على بطولاته وفي مزيد من نجاحات يا رب ان شاء الله. مشكله كبيره جدا طبعا، مشكله التهديف. انا بس هقول حاجه بالنسبه للمباراه اللي فاتت، النادي الاهلي اللي مخلينا مش زعلانين قوي الماتش اللي فات، او مش قلقانين، بلاش مش زعلانين، احنا زعلانين اكيد يعني الماتش اللي فات، لكن مش قلقانين، انك اتغلبت وانت كويس، اتغلبت وانت الافضل. يعني لما تتغلب وانت الافضل وانت الاحسن وانت الاكثر استحواذ، انت الاكثر يعني فرص، خلق للفرص، دي بتخليك تقول ان المباريات اللي جايه لو استغليت بعض الفرص دي انت ممكن تبقى الاقرب للمكسب يعني. النهارده الفرقه مختلفه شويه، كابتن حلمي طولان معروف بادائه، يعني اداء دفاعي، بيحاول بيشتغل زون ديفنس، بيلعب في بعض الاوقات مان تو مان في نص الملعب، ممكن في بعض الاوقات تلاقي فيه رخامه في اللعب شويه، هتلاقي لعب مقفول شويه. فانت النهارده غير المباراه اللي فاتت، النهارده مطلوب انك تستغل الفرص، لان ممكن ما تبقاش فرص كتيره في الماتش ده. الماتش اللي فات قدرت تخلق يمكن 7-8 فرص حقيقيه، منهم 4-5 محققين للاهداف. صح. النهارده ممكن ما تلاقيش الفرص دي، لان مدير فني مختلف، طريقه لعبه مختلفه، سياسه في اللعبه مختلفه. فالنهارده كابتن حلمي طولان معروف من المدربين اللي بتقفل الجيم، بتخنق الجيم بلغه الكوره. فالنهارده لاعب الجيم مخنوق، فالنهارده اي فرصه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي تبقى فرصه مهمه جدا جدا، وممكن تكون هي فرصه المباراه. ممكن ما تتاحش فرص على فكره في الماتش، لكن ممكن كره ثابته على ال 18، ممكن ركله جزاء، ممكن ركله ركنيه يستغلها لعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اقول ان اوقات كتيره جدا فعلا بتفقد يعني بيجي لك سوء توفيق، اوقات كتيره جدا جدا. تمام. انت مطلوب انك تركز فقط لا غير، مطلوب انك تنسى اللي بره، مطلوب انك تنسى ان عليك ضغوطات، النقد اللي بره مطلوب انك تنساه على طول، لازم تركز في كل مباراه انت بتلعبها، لازم تحاول تعرف ان الخطا فين، وهل هو سوء توفيق او سوء استغلال للفرص. هي صحيح. هي بس هي المشكله انك لازم انت كلاعب تفرق. صحيح. هل ده سوء توفيق او سوء استغلال فرص؟ لو سوء توفيق خلاص هتيجي مع الوقت، لو سوء استغلال فرص لازم تتدرب كويس وتركز كويس. ان شاء الله باذن الله ركزوا النهارده كويس باذن الله. هيطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في ضوء التشكيل بتاع النادي الاهلي النهارده، وشايفين يمكن وجود احمد نبيل كوكا من اول مباراه، سعد سمير، احمد رمضان، ومحمود كهربا، ازاي هيلعب النادي الاهلي وازاي هيلعب فريق
ازاي هيلعب الاهلي وازاي هيلعب انبي، ده حق مشروع للفرقتين كويس ان هم يدافعوا عن اسمائهم ويدافعوا عن طريقه اللعب اللي هم بيقولوها. وكباتن اعتقد ان هم غطوا اسلوب لعب انبي شكله عامل ازاي، والزون ديفنس اللي بيعملوه، الريمارك والكونتر اتاك اللي احنا بنقابله من جميع الفرق، اللي هو حق مشروع الحقيقه لكل الفرق، انك انت تلعبك وتبقى عايز تكسبك وعايز تبقى موجوده وعايز تطول اللعب معاك. ما يوازي هذا الكلام الحق المشروع بتاعك انت الاستحواذ اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت دي كلها، بين كره هي اللي بتجري مش اللعيبه هي اللي بتجري، في حاله تحرر انا شايفها من جميع اللاعبين داخل منطقه الجزاء. عشان كده كنت حاسس المباراه اللي فاتت ان انت ممكن تجيب جون واثنين وثلاثه. بنشوف حاله تبادليه بيعملها قفشه مع محمد شريف، ومحمد شريف بينزل بيخش قفشه جوه، الكره بتعدي شريف تلاقي قفشه هو جون، كنا خلصنا من المباراه باول هدف في اول 7 دقائق. ففي الشكل اللي نفس الطريقه اللي بيلعبوا بيها من مباراه الزمالك والمباراه اللي فاتت، سيبك من النتيجه طبعا، هو ده الاداء اللي بيخليك قاعد وانت بنتفرج كده، حتى لو احنا متاخرين بالهدف حاسين ان احنا هنتعادل، حاسين ان احنا هنكسب، حاسين ان احنا موجودين جوه الملعب بالاسلوب الامثل لاسم النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، سيناريو سريع للشوط الاول. النادي الاهلي طريقته المعتاده مع اختلاف الاسماء طبعا، الاصابات والاجهاد وكده، لكن النادي الاهلي 4-2-3-1 هتنفذها كالعاده، بتضغط على فريق انبي من قدام، بتحاول اول انت استحواذك كله معاك انت، انت تملك الكره اول، دايما انت بقى المهاجم، هيفكر من بدري قوي مستر موسيماني واللعيبه، وده اكيد يتقال ان هو هيدور على هدف وهدف بدري شويه، مش عايز ياخر الهدف. ده هيبقى اسلوب النادي الاهلي، بس بتمنى النهارده ان محمود كهربا وحسين الشحات يبقى خليهم على الاطراف اكتر. صحيح. لسبب بسيط جدا ايمن، ان على الاطراف اللي وراهم ولاد صغارين، فمحتاجين الاجنبي على الاقل كل جنب فيه اثنين واقفين كويس قوي. الحريه زي ما قال كابتن شريف محمد مجدي ورا محمد شريف، لكن بتمنى نستخدم الاطراف كويس قوي النهارده، انك فريق انبي زي ما كان بيتكلم بلال او اسامه فريق متحفظ جدا، هيحاول يقفل المساحات عليك وهيحاول دايما الاختراقات تبقى من الجناب، يحاول يقفلها كويس باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد، ممكن نشوف اهداف مبكره الشوط الاول في ضوء التغييرات وفي ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ ممكن، يعني النادي الاهلي بطريقته المعتاده، ضغط الاستحواذ، التصويب مهم جدا النهارده، الفرقه اللي بتلعب تكتل مهم جدا، ان انت لما تتاح لك فرصه انك تصاب لازم تصاب على المرمى، استغلال الكرات الثابته، ودي هيبقى شيء مهم جدا جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي النهارده. اهم شيء بس لعيبه النادي النهارده وانت بتلعب فرقه بتتميز بالكاونتر اتاك، انك ما تتقطعش الكره منك بسهوله في نص ملعبك، هتبقى في خطوره عليك في الهجمات المرتده السريعه، الحفاظ على الكره في اكبر قدر ممكن، انك تخلق فرصه، تقدر تخلق فرص مع العناصر اللي موجوده قدام، في عناصر موجوده قدام عندهم السرعات الكافيه ان هم يقدروا يوصلوا ويسجلوا اهداف، وعندهم المهاره الممكنه ان هم يقدروا يستغلوها ويسجلوا بها اهداف. اتمنى يعني في وقت حصولك على فرصه انك تقدر تسجل، هيفيد النادي الاهلي جدا النهارده في المباراه ان شاء الله. كابتن اسامه، زي ما قال كابتن احمد بلال، هنشوف ترجمه بقى حقيقيه النهارده لكل الفرص او معظم الفرص اللي هتيجي النهارده في الشوط الاولاني؟ نتمنى، لكن هو كمان قبل ترجمه الاهداف انا بتفق مع علاء انه احمد نبيل كوكا النهارده واحمد بيكم محتاجين مسانده جامده، لانه فرقه انبي عندهم سرعات كويسه من كريم فؤاد ودينو بيتر، والفيرويد طبعا جون ايبوكا هايل هايل، لان خط الظهر بتاع النادي الاهلي كله متغير. نتمنى التركيز في الفرص اللي هتيجي، لانه دي مهمه جدا، شفنا اضاعت فرص سهله في الماتشات اللي فاتت، فنتمنى ان شاء الله يبقى في اهداف الشوط الاول باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.